السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، ولا زلنا في أول باب من أبواب هذا الكتاب، وهو باب أكبر الكبائر. وساق فيه المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وبينت لكم في الدرس السابق الإشراك بالله، وأنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. وبينت لكم حينئذ الفرق بينهما، وذكرت لكم حينها أن كلا الشركين من كبائر الذنوب، وأنه ليس معنى التقسيم أن الشرك الأكبر من الكبائر وأن الشرك الأصغر من الصغائر، وإنما هو للتفريق بين الشرك الذي يخرج عن الملة فهو الشرك الأكبر، وعن الشرك الذي لا يخرج عن الملة وهو الشرك الأصغر. وإلا فإن كلا الشركين من كبائر الذنوب، لأنهما ظلم في حق الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. ثم بينت لكم عقوق الوالدين والضابط في ذلك، ونقلت لكم قول السراج البلقيني رحمه الله تعالى الذي نقله عنه ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر، وهو ضابط دقيق. وهذا الضابط فيه الحد بين ما يكون من عقوق الوالدين وما يخرج عن ذلك، وإذا فهم الإنسان هذا الضابط استطاع بإذن الله تبارك وتعالى أن يفرق بين الأعمال التي تندرج من ضمن عقوق الوالدين والتي تكون من الكبائر، وبين ما هي ليست من ذلك. ومن الضوابط الأخرى التي ذكرت، وقد ذكرت لكم أنا في الدرس السابق أن عقوق الوالدين قل من ضبطها بضابط يحدها، كما قال عن ذلك الأمر النووي رحمه الله تعالى. ولكن الضابط الذي نقلته لكم من أفضل الضوابط، وكذلك هنالك ضابط آخر منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: كل ما فيه منفعة للوالدين ولا ضرر على الابن فيه كان فعله واجبا على الابن، وكان مخالفته عقوقا. فكل ما فيه منفعة للوالدين ولا يلحق الابن ضرر فيه فإنه يجب على الابن فعله، فإذا ما خالف أمر والديه بذلك فإنه يكون بذلك عاقا ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نحن نقول هذا الكلام أيها الإخوة لمعرفة مناط الكبيرة، وإلا فبر الوالدين من أعظم الأعمال. ألا ترون أننا نتكلم عن الحقوق الزوجية فيما بين الزوجين بشيء من الدقة، فنقول إنه يجب على الزوج أن يقدم لزوجته ملبسا نوعه كذا، وفي السنة مرة أو مرتين كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، وكذلك يتكلمون عن الأحذية، ويتكلمون عن مقدار النفقة، ويتكلمون عن حدود المسكن الواجب.
لكنهم يقولون ذلك من باب معرفة الحدود الشرعية فيما بين الزوجين، وكذلك ما يجب على الزوج تجاه زوجته وما يجب على الزوجة تجاه زوجها. لكن الأصل العام في ذلك أن ينظر الرجل إلى زوجته من باب العشرة بالمعروف، وتنظر الزوجة إلى زوجها من باب العشرة بالمعروف، هذا هو الأصل. فيقدم الزوج كل ما يستطيع تقديمه، وتقدم الزوجة كل ما تستطيع تقديمه، وهكذا. كلامنا عند عقوق الوالدين مثل هذا الكلام. أنا أريد أن أوصل لكم أن عقوق الوالدين له ضابط يحده، لكن البر عظيم وفضله كبير، وهو من أوجب الواجبات، بل يرى بعض أهل العلم أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، وهذا توافقه النصوص الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. استنبط بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. والحديث الآخر الذي فيه ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، أو ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أو ففيهما فجاهد، وكله في الصحيح، هذا الحديث يدل كذلك على أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، فهو عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. لكن كلامنا نحن عن هذه المسائل وحدها إنما هو لمعرفة ضابط العقوق، إنما هو لمعرفة ضابط العقوق، كيف ينجو الإنسان من هذا الأمر ولا يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وما هو المجال المتاح له في تعامله مع والديه، إن وقع فيه لا يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. هذا هو مناط كلامنا عن هذه المسألة في هذا الباب وفي شرح هذا الكتاب. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام عظيم، كل ما فيه منفعة للوالدين وليس فيه ضرر على الولد وجبت طاعتهما فيه، وكانت مخالفتهما فيه من قبيل العقوق. طيب إذا كان هناك مشقة على الولد، ليس ضرر، مشقة على الولد، هل يجب عليه الطاعة؟ نعم يجب عليه الطاعة، إذا كانت هناك منفعة للوالدين ولا ضرر على الولد فيه، وإنما كانت فيه عليه مشقة، وجبت عليه الطاعة. وإن خالف والديه فإنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. هذا هو الأمر الثاني، وهو عقوق الوالدين. تطرقنا أيضا إلى شيء من الأمر الثالث، وهو ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وذكرت لكم حينها تعريف الزور، وأنه هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، أو هو كل قول أو فعل باطل يخيل الشيء على خلاف حقيقته، هذا هو قول الزور، وهذه هي شهادة الزور. والله تبارك وتعالى يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فكل أمر يبين على خلاف حقيقته فعلا أو قولا هو من قبيل الزور، هو من قبيل الزور. لكن تطرقت إلى مسألة مهمة وقلت لكم، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هل ذكره لشهادة الزور من قبيل التأكيد على قول الزور، فيكون قول الزور في الحديث المراد به شهادة الزور، أو أن قوله صلى الله عليه وسلم شهادة الزور ذكر لبعض أفراد قول الزور، فيكون كل الكذب وكل بيان الشيء على خلاف حقيقته من قبيل الكبائر؟ نحن نتكلم هنا عن الكبائر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وهو كلام عظيم، قال وأما عطف الشهادة على القول فينبغي أن يكون تأكيدا للشهادة، فينبغي أن تكون تأكيدا للشهادة، لأن لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة، وليس كذلك، وإن كان بعض الكذب منصوصا على عظمه كقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وفي الجملة فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده.
فنستنبط من هذا الكلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، أن المقصود بالجملة الأولى ألا وقول الزور هي شهادة الزور، وإنما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على أنها هي المقصودة في قول الزور. ولا يمكن أن يكون كل قول للزور من قبيل الكبائر، لا يمكن أن يكون كل قول للزور من قبيل الكبائر، فإننا لو قلنا بذلك لكان سائر الكذب من قبيل الكبائر، وليس الأمر كذلك. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة تقول لابنها تعال لأعطيك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. هذا الفعل من الأم لو فرضنا أنها كانت لا تريد أن تعطيه شيئا أيكون من الكبائر؟ إذا قلنا أن الحديث المقصود فيه ألا وقول الزور كل قول ينطبق عليه وصف الزور لكان هذا الفعل من الكبائر، وليس الأمر كذلك، وإنما المقصود في هذا الحديث شهادة الزور هي التي تكون من الكبائر، وأما بقية الكذب فكل كذب بحسبه. ووجه كون شهادة الزور كبيرة أنها تجمع ما بين إثم المعصية الكذب، وكذلك إعانة الظالم، وكذلك خذلان المظلوم، تجمع بين هذه الأمور الثلاثة كذب وإعانة للظالم وخذلان للمظلوم، وبهذا تكون شهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب. ولا فرق بين أن تكون شهادة الزور في كثير أو قليل، لأن بعض أهل العلم فرق ما بين شهادة الزور في مال كثير تجاوز نصاب السرقة أو أقل من ذلك، وفرق بعضهم بتفريقات أخرى، لكن الصحيح أنه لا فرق بين أن تكون شهادة الزور في مال كثير أو قليل، جميع شهادة الزور من قبيل كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها في هذا الحديث من أكبر الكبائر. ووجه كونها كبيرة من كبائر الذنوب أن فيها كذبا وإعانة للظالم وخذلان للمظلوم، وهي ذات مفسدة عظيمة على كل حال. ثم اعلم أيها الأخ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث بأنها من أكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير من أحاديثه تجد مصداقها في كتاب الله بالنص، وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما في القرآن. مصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله قرن عقوق الوالدين بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وضد البر العقوق، فانظر كيف أن الله تبارك وتعالى قرن التوحيد ببر الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل العقوق في هذا الحديث من أكبر الكبائر، كما جعل الإشراك بالله من أكبر الكبائر، وكذلك قارن الله تبارك وتعالى الشرك به بشهادة الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وهذا يدل أيضا على أن قول الزور أو شهادة الزور من أكبر الكبائر، مصداقا لهذا الحديث الذي بين أيدينا. ثم اعلموا أيها الإخوة أن أكبر الكبائر تشمل أموراً أخرى، وهي السبع الموبقات التي جاءت في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه أيضا من أكبر الكبائر، هذه السبع من أكبر الكبائر، منها الثلاثة التي ذكرها المصنف في هذا الباب، ومنها غير ذلك، وسيأتي بيانها بإذن الله تبارك وتعالى. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر
على ذكر هذه الكبائر الثلاث التزاما بنص الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ جعل المصنف هذا الباب مقتصرا على هذه الكبائر الثلاثة فقط: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.